سلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل العبايه اللي شايفينها قدامكم بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم شهاده ممتعه. كميه القماش اللي هيكون عندي طول العبايه زائد نص متر، طول العبايه زائد نص متر، يعني لو العبايه طولها 140 وعندي نص متر يبقى 190، يعني مترين. القماش اللي هتستخدموه تنفع فيها فيسكوز او ينفع فيزون، يعني اي قماش موجود عندك. صيفي ده كده طول العباية وعرضها. العرض ده عرض القماش كله 150 سنتي، فانا هقسم 150 بالشكل ده علشان اخد الامام واخد الخلف وهرجع نشوف مع بعض هنشتغلها ازاي. ده كده القماش بعد ما قصيته وحطيته على بعضه الامام والخلف. ده كده الخلف مطبق بالطريقة دي، وده الامام برضو مطبق، وهشتغل على المقفول. دي الناحية المقفولة، انا حطيتهم على الامام على الخلف علشان هقصهم مع بعض. هشتغل على مقاسات العباية اللي انا قصيتها المرة اللي فاتت. عندي دوران الرقبة 6 سنتي، الخلف هعملها 2 سنتي طول بالشكل ده، الامام هعمل 6 طول و6 عرض. عندي عرض الظهر 19 سنتي، ايه 19 سنتي، طول حرد الابط انا عندي طول الوسط 40 سنتي، على 2 يبقى 20، 20 هضيف لها 2 سنتي بس يبقى 22، يعني طول حرد الابط عندي 22. ميل الكتف 2 سنتي، طول الوسط 40 سنتي. طبعا لو هتعملي العباية من غير تقسيم في الوسط فمش لازم تعملي دوران وسط ولا دوران اكبر حجم. عندي طول الجنب 18 سنتي، دوران اكبر حجم عندي 27.5 او 28 بالشكل ده. عندي دوران الوسط هعمله 20 سنتي، او ممكن اخليه يعني 22 هيكون افضل. عندي دوران الصدر 25 سنتي، بعد كده هعمل دوران الابط، طول الكتف 13.5، وهوصل دوران الوسط بدوران الصدر. ودوران اكبر حجم بالشكل ده، وهنزل على واسع لحد ما اوصل لاخر واسع العباية بنفس الشكل. لو مش عايزاها مكسمة وعايزاها واسعة كلها عادي، مش هتعملي كل المقاسات دي. هاخد تعديل في دوران الرقبة، هدخل في حدود 2 سنتي في العرض بالشكل ده، يعني هيبقى بدل 6 سنتي هيبقى 8 سنتي. 8 سنتي في الخلف برضه هنزل 1 سنتي، هعمل التعديل 1 سنتي او 2 سنتي. هي مش هتكون عالية لفوق قوي في الخلف زي العادي، لا هتكون نازلة شوية بس على حسب ذوقك برضو على حسب طريقة لبسك، لو عايزة تنزليها او ترفعها شوية. انا هنا عندي الامام 6 سنتي و6 عرض، انا خليتها 8 سنتي عرض، وهخليها في حدود 10 او 11 سنتي في الطول. يعني انا ضفت على المقاس 4 سنتي، ادي الامام اهو انا ضفت له 4 سنتي كمان
وهاخده بالشكل ده. بعدين هاخد تلت هقيس وراها بقى بالامامي بالشكل ده وهاخد التلت عندي هنا 16 سنتي. التلت هيبقى في حدود 5.5، هنزل 5.5 بالشكل ده. برضو هعملها في الخلف، يعني نفس الخط هعمله في الخلف، وهاخد خط بالشكل ده لحد ما اوصل لدوران الصدر. ده الخلف هقصه بالطريقة دي. بعدين هاجي على الأمام وهقص بالشكل ده. ده كده دوران الرقبة الأمامي والخلفي. بعدين هقص العباية باقيها. بعدين دلوقتي هقص الكم. هجيب قماش بالشكل ده. القماش ده العرض ده هوتي 35 سنتي، والطول ده 70 سنتي، علشان لما نطبقه بالشكل ده يبقى القماشة مربعة 35 × 35. لو عايز تخلي الكم اطول من كده هتزودي في كمية القماش دي. ده كده كم، وهجيب التاني برضه احطه عليه بنفس الطريقة. كده يكون استغليت المترين من القماش. لو عايزة الكم يكون اطول او العباية اطول هتزودي طبعا في كمية القماش. بعدين هطبق مثلث. وهقص دايرة او نص دايرة. بعد ما قصيته بالطريقة دي، دي الناحية المقفولة ودي الناحية التانية المفتوحة. هاجي اقيس طول الكم اللي هو في حربة الابر. شايفين حربة الابر دي، هقيس الطول ده. هو عندي هنا في حدود 20 سنتي، وهقيس 20 سنتي هنا. يعني شوية، ودي كشكشة هتبقى في دوران الرقبة وفي الكتف. برضو نفس المسافة هاخدها من هنا 9 سنتي او 8 سنتي، وهاخدها بالشكل ده، يعني كأني بقص كالوش عادي خالص. شايفين ده الطول بتاع الكم. لو انت عايزه الكم يكون اطول من كده على الكتف وعلى الدراع، انت هتزود في كمية القماش. بدل ما تخليها 35 خليها 45 مثلا، على حسب ما انت عايزه. الكم هيتركب بالشكل ده، وده طبعا هيبقى دوران الرقبة، وفي الكسرات اللي احنا هنعملها او الكشكشة الخفيفة اللي احنا هنعملها. ينفع تركبي استك وينفع تركبي بيه. انا هنا هركب بيه. دلوقتي هركب العباية. هجيب دوران الرقبة بالشكل ده، وهجيب الكم. هركب الكم من عند الإبر بالطريقة دي. بعد ما ركبته بالطريقة دي في الخلف، هجيب الامام وبرضه هركبه بنفس الطريقة. ادي الامام،
هركب برضو من عند دوران الابل بالشكل ده. ده الامام هعمل فيه مرد صغير خالص زي ما موجود في الموديل، ممكن ما تعملهوش يعني على حسب ذوقك برضو، بس لو هتعمليه هيبقى بالشكل ده يعني في حدود 3 سنتي وسنتي بس في العرض، هيبقى بالشكل ده. وهركب فيه بيه، هنشوف دلوقتي تركيب البيه هيكون شكله ايه. ده المرد اللي هركب فيه البيه، زي ما اتفقنا شريط البيه بيتقص على القماش وارب. بعد ما خيطت البيه بالطريقه دي هعمل تفتيح في الدوران بالشكل ده. كده شكل البيه المرد، هو مرد صغير بالطريقه دي. بعدين هاجي عند الكم، ده الكم، المسافة دي كلها هعملها كشكشة بالطريقة دي، هعملها كشكشة وبعدين هركب فيها البيه عادي خالص. هعمل كشكشة من الناحية دي، وطبعا الكم التاني برضو هعمله كشكشة. ده كده الكم، المسافة دي هعملها كشكشة. ده كده دوران الرقبة بعد ما عملت له الكشكشة، ده الخلف وده الأمام، وده الكشكشة اللي بتكون على الأكتاف. بعدين هجيب البيه وهركبه وهخلي فيه زيادة علشان أعمل الرباط بتاع الفيونكة. بعد ما ركبت البيه بالطريقة دي هاجي عند الفيونكة دي وهقفلها بالشكل ده. ادي الشريط. بعد ما قفلتها بالشكل ده هعملها، هعديها بالبنسة. بعد ما عدلتها بالطريقة دي هقفل او هتني البيه بالشكل ده. ادي البيه هقفله هتنيه بالطريقة دي. بعدين هقفل من الجنبين، هقفل العباية او هخيطها من الجنب وبعدين هنشوف شكلها. ده شكل العباية بعد ما شطبت، وده شكل الكم، ده شكلها من الخلف. وزي ما شايفين الكشكشة اللي احنا عملناها في الكم، وده شكل المرد والبيه. ينفع تعملي بيه على طول من غير ما تعملي المرد ده والفيونكة. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى تكون طريقة سهلة اكون قدرت اوصلكم المعلومة بسهولة.